للتعيد فيدي وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة يا بجداد بكرة الحب جديد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة يا بجداد بكرة الحب جديد عم يتلاقوا الأصحاب الهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدوروا ناد صغار والسجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على السجرة غنية وعلى إيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد يا بجداد وبكرة الحب جديد مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. أنا خبيرة الحرف اليدوية ديانا سويس ومالكة محل مارياتا جيفت شوب القائم بالفحيص، وهو مشروع منزلي قائم من سنتين في الفحيص. حابة أورجيكم شوية من الأشغال اليدوية اللي أنا قائمة فيها. هي عبارة عن أشغال يدوية لكن مسوحة من الطبيعة، وما في فيها منتجات لا كيماوية ولا مواد تضر البيئة. هي مواد صديقة للبيئة وأغلبها من وحي الطبيعة كمان، وكلها من وحي الخيال وتطبق على أرض الواقع. مبدئيا احنا عارفين داخلين بعد شهر على الكريسماس، فانا عم بحضر منتجات لها علاقة في الكريسماس. كل عام وانتم بخير. طبعا هذا اول منتج انا عم بعمله، هو عبارة عن خشب MDF مصنوع مرسوم مثل ما انتم شايفين. هذا الديزاين كامل مرسوم باليد، بعدين دخلناه على الماكينة، قصته الماكينة واندهن برضه دهان يدوي كله هذا، وركبنا له الخرز هذا أساس نعطي وحي جمالي للقطعة الفنية هاي اللي هو غزال مع السانتا كلوز اللي هون. وطبعا بتقعد في سانتا كلوز حسب الزبون شو بيحب. احنا تركنا هذا الاريا فاضية، المربع فاضي، المربع هذا 3 متر في متر ونص أساس يتقعد فيه البابا نويل حسب الزبون اللي عنده اياه وبحب يحطه، او ممكن يحط كاندل كوكيز كاندي ايش ما بحب هون الضيافة. وهذا بنعرض عنده في البيت جنب الشجرة جنب طاولة بالصالون، يعني قطعة فنية معبرة أنا بحسها وكتير حلوة من وحي الخيال هي، ومعمولة بشكل كتير دقيق على أساس إنها تحلي كمان ست المنزل اللي بتحب تحط أشياء للكريسماس جنة للكريسماس عندها. هنا هذا بيت كريسماس، طبعا هو بيت بابا نويل يعتبر، برضه الخشب MDF معمول ومصنوع ومنحوت مثل ما انتم شايفين. انا هذا البيت عملته كل غرفه لها قصه، يعني مش بيت كامل متكامل انه غرفه وتوابعه، كل سكشن هون لها قصه من وحي الخيال بتعبر اشي عن الكريسماس. هون مثلا مغيره السيد المسيح عليه السلام والمجوس وبتحكي عن قصه ميلاد المسيح بالطابق العلوي. هون بالطابق التحتاني خصصته لبيت بابا نويل والحياة اللي هو بعيشها، انه كريسماس بحضر حاله ويوزع هدايا للاطفال بفرح، يعني كل الغرفة اللي عنده فيها الوان احمر اخضر، الوان فرح، الوان انه جاي بهيئ لميلاد المسيح، جاي كريسماس لاخره. هون طبعا غرفته مع غرفة الليفنج روم تاعته برضه هي انا عملتها على المودرن سكشن تاعها مع الحديقه تاعت الجاردن اللي فيها شجره الكريسماس وقاعد سانتا كلوز. يعني هي فكره عباره انه عن حياه سانتا كيف ممكن يعيش جوا البيت، او حياه اي شخص عادي ممكن يعيش قبل الكريسماس وبكملها في الكريسماس. بالطابق هذا عندي هون برضه من وحي الخيال انه الغزلان، هي قصه سانتا كلوز كيف بلشت غزلان وشجر ثلج وبرد، انه اساس انه الكريسماس هو في الثلج وفي البرد. ننتقل لهون عندنا الكنيسه فيها كورال، الاطفال عم بيرنموا وفي جو كريسماس، شجر كريسماس برضه هاي لها سبيريت من الحياه المسيحيه كيف الناس بتصلي قبل الكريسماس الى اخره. طبعا هون السكشن اخر سكشن تركته على اساس تكون انه بنعبر عن الفرحه، فرحه الاطفال هون بزينوا بشجر الكريسماس مع الغزلان بيلعبوا في الثلج، وطبعا كل الاطفال بحبوا الكريسماس وكيف بيلعبوا بالثلج. هذول كلهم
مثل ما انتم شايفين من الطبيعه، هذا قريش من الطبيعه مثلا، هذا كله من الكياس النايلون اللي مقطعه، الاواعي هذول مطرزه تطريز مخيطه تاعون الاطفال، يعني كلها حاولت استخدم اكثر شيء ممكن، يعني هذا خشب برضه من الطبيعه، استخدمت اشياء لها علاقه في الطبيعه، قريش، الخرز لا يعني ما له علاقه في الخرز، بس القريش، شجره الكريسماس، يعني هون بدلت بدل شجره عملتها قريش مع شجره، اعتبار انه هو شيء من وحي الخيال وشيء له علاقه كمان في الطبيعه. هاي هي وهاي هذا البيت ممكن نحط بدل يعني تستغني عن الشجره وتحطه محل الشجره يكون، لانه اوريدي فيه شجره يعني. فست البيت اذا بتحب مثلا هيك شيء بتحطه محل الشجره، بكون شيء يعني كامل متكامل منه جميعه. هذا الشجر برضه هذا رسم ديزايني مرسوم ومنعمل مقطع مثل ما انتم شايفين حفف وزوايا، هذا عن الخشب الليزر، برضه هذا خشب ام دي اف، كله عم بستخدم خشب ام دي اف، هذا منخرط بماكينه الليزر الخصوصيه للخشب، لكن هذا ديزاين كله من الافكار الموجوده عندنا. هذا برضه الكريسماس في منه الوان كثيره وفي منه هو ديزاينين، يعني هاي الفكره انه هاي بتنقام وانا خليتها انه تكون فليكسبل انه تنقام وتتركب. ممكن بس يخلص الكريسماس اذا حبت ست البيت مثلا تقيمها وتحط محلها صوره للبيبي تاعها او اي شيء هون هي حبيته عندها في البيت، ممكن يضلوا للكريسماس او بعد الكريسماس كمان، هذا ما فيه مشكله. وللضب نقيمه من هون، طبعا هي قاعدته متحركه، ست المنزل بتضبه هيك وما بياخذ اي حيز من الاريا اللي عندها الاسترج تاعها. هاي كثير قطعه حلوه وكثير مناسبه وسعرها كمان كثير مناسب هاي لست البيت. يعني هون صواني للكريسماس مزينه، صواني خشب طبعا مزينه في الطابات الكريسماس، عليها ضواو للكريسماس، بنحط فيها كوكيت شوكليت العصير كاسات اي شيء ممكن انت تضيف فيه، كثير خفيفه في الحمل بنحمل، وديزاينها كثير مرتب وكثير حلو وكثير عمليه يعني. وفيها ست البلبة تضبها وتخليها عندها لفترات كمان متقاربه، كريسماس جاي بقى مثلا فيها تستخدمه، ما في داعي كل سنه تشتري مره ثانيه صواني جديده على اساس انه تحط فيها بضاعه جديده هون يعني في الكريسماس عندها. هون حماله كريسماس، بنحط فيها اناني للكريسماس، بنحط فيها كاندل مثلا، ممكن اذا ما بدك كاندل تحط فيها مثلا قدح عصير، قدح واين، ايش ما انت بخطر على بالك. طبعا هاي ممكن تحط يعني زي ديكور على الطاوله للاشخاص او الضيوف اللي بيجي عندك، ممكن ما تستخدمها او تخليها ديكور، ممكن يعني اذا بتحب مثلا تقيم كل شيء هذا تحط هون ورد مثلا، ورد احمر له علاقه في الكريسماس، بابا نويل مثلا قاعد جوا هون، برضه هاي قطعه فنيه مستوحاه. ومثل ما هم نفس الشغل اللي اشتغل بهذا الخشب اشتغل بنفس الموضوع هذا كله، هذا بالليزر مقصوص وكله هذا خشب ام دي اف، ولها موجود هذا مع اللكر. هاي قطعة فنية كتير حلوة وبرضه مو غالية، ممكن يعني تستخدمها انت في البيت، يعني اغلب الشغل كله هذا من الخشب. ننتقل للفوانيس، فوانيس الكريسماس، طبعا هذه الفوانيس من جوا فيها غرف للكريسماس مثل ما انتم شايفين هون، غرفة بابا نويل، طبعا هي موحية من قصص خيال سانتا كلوز بابا نويل، بتعبر عن الكريسماس، عن الشتاء، عن الثلج، عن سبيريت تاع هذا الشهر، الناس اللي بتستنى. فهاي غرف فيها طبعا ضوء، فيها يعني فانوس زي هذا منعمل فيه ضوء، فيه بابا نويل قاعد، وغرفة صغيرة، كل غرفة بتحكي عن قصة معينة حسب القصة اللي انت بدك اياها اللي بتستوحيها من خيالك يعني. وبتسكر هون الفانوس، طبعا فيه ضوء، الضوء بتغير طبعا مع بطاريات، يعني ما في داعي اذا خرب الضوء مثلا ينكب، بتغير البطاريات لما يفضوا. وهذا كثير يعني حلو، نفس الوقت ثقيل وفخم، وممكن ينعرض في القعدة في البيت يعني وين ما انت بتحب تحطه، وما بيخرب ابدا ابدا ما بيخرب. ننتقل لهلا الشمع، هذا شمعي المفضل انا اللي بحبه اكثر شيء، يعني هو شمع القرفة، هو عبارة عن شمع من برا القرفة ومن جوا نفس الشمع بطعم القرفة بريحة القرفة، بتنضبي في الكريسماس على الطاولة، بتعطي انه سبيريت كثير حلو للكريسماس طبعا، وريحته قرفة كلها، يعني هاي مواد طبيعية قرفة، والمواد اللي جوا بتاعت الشمع هي مادة صديقة للبيئة، وبنفس الوقت فيها عطر القرفة الطبيعي، يعني انا ما بستخدم مواد كيماوية.
هذا الشمع، هذا شمع هندي، هذا مزخرف، أخذ كتير وقت بصراحة لينشغل لأنه كتير دقيق، وكل حبة بحبتها لها شغل معين ولها تفصيل معين. فهذا هو شمع الحنة، حنة كرافت اسمها الشمع الهندي. هذا شمع كتير حلو، برضو بنحط ديكور في المنزل، إشي كتير فني، ممكن يعطي تعطي giveaways، هدية لشخص معين عزيز عليك، عيد ميلاد، تقدمه مثلا لعرس، لشكر لمديرك في الشغل، لشكر لمديرك، إشي كتير حلو وبنفس الوقت تقيل وقيم. وبس ممكن تشوف وتعرف إنه قديش هذا الإشي بنشغل كتير، يعني حبة بحبة فيها. هذا صابون، صابون للكريسماس طبعا، هذا برضه شغل بيتي، فكرة كتير معبرة، فيها إشي 3D وإشي كبير إشي صغير حسب شو أنت بتحب. طبعا كله معطر حسب طلب الزبون، إشي باللافندر، يعني في كتير أنواع عطور معينة إحنا بنستخدمها. هذا كله بيتي، صديق للبيئة هذا الصابون، حتى الصبغة اللي فيها برضه صبغة صديقة للبيئة، لا مش ممكن تضر ولا ممكن إنه كمان إنه تحل، إذا ممكن تغسل فيها أو يعني تفتحها، ممكن تعطيها هدية، تقدمها هدية لزميل، لصديق عندك بمناسبة الكريسماس، حطها بباكج معين بمناسبة الكريسماس عنده. في موديلات كتيرة، موديلات حلوة وبروائح مختلفة حسب طلب الزبون اللي هو بيطلبها عنا. أسعارها متناولة للجميع، مش غالية كتير، وممكن كل الأشخاص وكل الطبقات إنه يقدروا يوفروها ويقدموها هدايا رمزية بسيطة لهاي المناسبة لهذا الشهر الفضيل. عنا هنا هذا برضو الشمع، شمع مفرغ اسمه، بيجي باللونين، بيجي بالأوف وايت، الأيفوري، وبيجي بالأبيض. طبعا هذا الشمع من صفاته إنه أنا بستخدم فيه نسبة كتير بسيطة من زيت الزيتون لأنه مفرغ. طبعا من جوا مثل ما أنتم شايفين فيه شمعة صغيرة، هاي الشمعة بدها تضوي كل ليل أو كل نهار، ما بتأثر على الشمع الخارجي. من جوا فيها شمعة صغيرة مثل ما أنتم شايفين، شمعة عادية ممكن تجيبوها من السوق موجودة. طبعا بتنحط داخل الشمع المفرغ لأنه هذا كله شمع مفرغ، بتضلها ضاوية ما بتأثر، يعني مثل ما شايفين هذا الشمع ما بيدوب، بضله زي ما هو بحالته، ولا حتى بيعرق كمان لأنه مستخدم مواد صلبة فيه، مواد فيها شوية زيت زيتون، نسبة قليلة جدا من زيت الزيتون. واستخدمتها برضو هاي فكرة إنه أعمل عليها طباعة، طبعت عليها أشياء لها علاقة بالكريسماس، سانتا، الآيس مان هون، شجرة الكريسماس هون، كاندلز مثلا، اي اشياء لها علاقة بالوحي احنا نطبعها على الشمعة هاي. وبرضو هاي كمان اسعارها مناسبة للجميع. هاي الشمعة مثل ما تشوفينها عملتها عينة لشركة الملكية الأردنية، قطعة كتير مميزة كتير حلوة، هي تستخدم فيها الجليتر، الخرز، زائد الخيش، زائد القلم التخطيط اللي انتو مثل ما انتو شايفين، ومفوق عاملة عليها الزخرفة الهندية اللي هي حنة كرافت. برضو هاي قطعة كتير مرتبة، قدمتها طبعا، قدمتها كان أوفر للملكية الأردنية، عطاء طبعا الحمد لله، يعني كان عطاء جيد جدا، وكانت على اساس بدهم يقدموها هدايا لحفلة عاملينها للكرو تاعهم. هاي هي برضو مجموعة شغل من شغلنا، قطعة كتير مميزة وقطعة كتير حلوة كمان. يعني احنا بشكل عام للشركات نقدم، بنعمل جيف اويز للشركات، بنعمل اوردرات. هاي مثلا لبنك ايجار، لشركه ايجاره، هاي قد قدمت لشركه ايجاره، اخذوا منها تقريبا 350 قطعه، من هاي كانت لحفله افطار في رمضان الكريم. شفتوا منتجاتنا وبتمنى انه عجبتكم كلكم للمنتجات هاي، وإذا حبيتوا تتواصلوا معنا عملية التواصل حتكون على رقم التليفون اللي هو 079-515-385. أنا هي خبيرة الحرف اليدوية، اسمي ديانا سويس، أنا بعمل جميع المنتجات يدوية من لوح الطبيعة، تستخدم فيها مثل ما انتم شايفين الطبيعة والشجر والمستوحية أصلا هي من الطبيعة. إذا حبيتوا تتواصلوا معنا وحبيتوا منتجاتنا، رقمنا موجود هو 079-515-385. نحن موقع عملنا بالفحص، مشروعنا منزلي، عندنا خدمة توصيل، تستقبل جميع الاتصالات. أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير.